تدفع مناطق واسعة من العالم ضريبة التلوث بالرغم من أنها قد لا تكون المتسببة فيه. تقرير علمي جديد بدعم من الأمم المتحدة استخدم مصطلحاً جديداً وهو عدم المساواة البيئية، بعدما خلص الباحثون إلى أن 10% من سكان العالم يعتبرون مسؤولين عن نصف الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري. ومن خلال تحليل ظاهرة الانبعاثات خلال 30 سنة الماضية، اكتشف أن 25% من الانبعاثات كان مصدرها 1% فقط من سكان العالم. ويوصي التقرير بفرض ضريبة تستهدف الأفراد الأكثر تلويثاً للبيئة، وهو اقتراح يؤيده برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة. وتعتبر الصين والولايات المتحدة والهند الدول الأكثر تلويثاً بحسب موقع وورلد ميتر للإحصاء. ويذكر هذا الجهد العلمي بشكل صريح بالخطوة المحققة خلال قمة المناخ COP27 بمصر لإنشاء صندوق عالمي لدعم الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وقبلت به الدول الصناعية الكبرى على مضض.